يا بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم ايمان الانصاري. النهارده هكلمكم عن افضل ليبستيك من شركه اماندا، اصدار لسه جديد نازل من شركه اماندا. هكلمكم عن مواصفاته وعيوبه ومميزاته واسعاره. تمام يا بنات، لو انتوا لسه جديد في القناه يا ريت تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس على علامه الكل علشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بينا، لو انت مهتمه بالليبستيك ده كملي معايا الفيديو علشان تعرفي باقي التفاصيل. هاي يا بنات، ورجعت لكم تاني، ويلا بينا نكمل الريفيو عن الليبستيك اماندا. يا بنات، الليبستيك ده فيه مميزات وفيه عيوب طبعا، وهقول لكم طبعا عن اسعاره. اول حاجه هنبدا بيها سعر الليبستيك ده، كان عامل 60 جنيه. الليبستيك ده هتلاقوه متوفر في ستاندات اماندا في كل مكان، في كارفور، وهتلاقوها في المولات، وهتلاقوا طبعا ستاند اماندا في محل اخر العنقود في سيتي ستارز طبعا يا بنات. واي محل ميك اب عندكم هتلاقوا فيه الستاند ده، بس يكون محل مشهور شويه او مكان بيبيع ميك اب مشهور شويه. طبعا يا بنات هتلاقوه على مواقع التواصل، مواقع عفوا البيع الالكتروني زي سوق.com، جوميا، نون، هتلاقوه متوفر عندهم. تاني حاجة يا بنات هقول لكم، تالت حاجة عفوا هقول لكم عن مميزات الليبستيك بتاع اماندا. الميزة في ميزتين. اول ميزة ان درجة اللون بتاعت درجة اللون الروج تقيلة جدا 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 جدا. شايفين البيجمنت عامل ازاي في اللون؟ تمام، البيجمنت بتاع اللون تحفة بجد، يعني حاجة كده وهم وتقيل. والميزة التانية فيه انه بيرطب الشفايف، بيرطب الشفايف جدا لان في نسبة زيوت وكده. تمام، العيب اللي فيه بقى انه مش ثابت قوي مع الاكل والشرب، بس انتي لو حطيتيه وخرجتي بيه بس ما كلتيش حاجة فيها زيوت او كده بيبقى ثابت معاكي. بس عادي، فكرة الثابت دي مش مشكلة، انتي في اي وقت كلتي شربتي اكيد هتحطي لبستك تاني. بس حتى لو انتي كنتي حاطة نوع مات وكده، في بقى ميزة كمان تالتة انا نسيت اقولها لكم، ان في كمية تانية تحت تقدري تستخدميها ببرش لو انت ما بتحبيش تحطي من الستيك نفسها. تمام، دي كانت ميزة، ثلاث ميزات في الروج ده بس يا بنات. وطبعا ريحة الروج ده كويسة جدا وكميته تحفة بجد، وشكل الباكج جميل شيك جدا، ينفع ان انت تجيبيه لأي هدية لأي واحدة، مامتك، صاحبتك، اي حد. بجد شكل الباكج شيك قوي وما تدلش ان سعره رخيص. بجد الروج حلو قوي لانه تقيل على الشفايف، من اول مرة بتحس ان انت حاطة طبقة محترمة. انا حبيت نوع الروج ده من اماندا، استخدمت ارواج تانية كتير ما عجبتنيش لانها كانت بتفصل عن بعضها وبتشقق، ده ما بيشققش الشفايف خالص لان في نسبة ترطيب زي ما قلنا يا بنات. وحاجة كويسة جدا للاستخدام اليومي، وفي الشتاء طبعا ما اقولكيش الاستخدام بتاعه تحفة جدا لان في نسبة ترطيب زي ما انا قلت بترطب الشفايف وما بتنشفهاش، وبيفضل ثابت معاكي اكتر في الشتاء لان طبعا احنا عارفين ان الجو بيبقى ساقع، ومع الجو لما بيبقى ساقع البشرة بتنشف، حتى الشفايف بتنشف. فانتي لما بتحطي الروج ده على شفايفك بيبتدي ينشف بقى على الشفايف، وبيبقى في نسبة كريم بسيطة. بس طبعا في الصيف، علشان لو انتي حابة ان الروج ده يثبت، انتي لو عندك لوس باودر شفافة او اي باودر تانية عندك تقدري ان انتي تطبقيها على الشفايف بعد ما تحطي الليبستيك، تحطيها تحطي طبقة منديل صغيرة على شفايفك، وبعد كده بالبرش وتحطي على شفايفك الباودر، هتشيلي المنديل طبعا، هتلاقي ان الليبستيك قلب معاكي الليمت. تمام يا بنات، ده كان الريفيو النهائي النهاردة عن الروج بتاع اماندا ليب ديزاينر. وياريت يا بنات لو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.